السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم صحه واحوال جيده. من بعد ما تعرفنا في الفيديوهات السابقه على الوظائف البسيطه اللي ممكن يحصل عليها اي مهاجر جديد ولو يكون بدون خبره بدون دبلومات او كطالب او كشخص يريد الحصول على عمل بموازاة مع العمل ديالو الأصلي، ومن بعد كذلك ما تعرفنا على أهم الوظائف الأكثر طلبا خلال 3 سنوات المقبلة. أقل حاجة أو الحاجة اللي بديهية أن الإنسان يفكر فيها هي فيما يخص الرواتب أو الأجور في كندا. داكشي علاش الناس اللي مهتمين بهذا الفيديو خليكم معي حتى لآخر الفيديو باش تسمعوا جميع المعلومات اللي غادي تستفدوا منها. دولة كندا بحالها بحال أي دولة، الرواتب أو الأجور فيها كتختلف على حسب الطبيعة ديال العمل. عادة الرواتب العليا دائما كتكون الأطباء والممرضين، القضاة، المحامين، الطيارين اللي خدامين في الخطوط الجوية، هادو كلهم بصفة عامة في دولة كندا كلها دائما هم كيكونوا كيتقاضوا الرواتب العليا. أو لا، الرواتب الأقل دائما كتكون مثلا لأصحاب ماكينات الخياطة، النوادي، العمال المطاعم، المساعدين، الأشخاص المسنين، هادو كلهم كيكون عندهم رواتب أقل من الأشخاص اللي ذكرنا قبل. ولكن إذا كانوا خدامين مع شركات اللي هما محترمة زائد البقشيش اللي كيعطيوه لهم هنايا، كيرجع عندهم ديك الساعة واحد الراتب اللي هو محترم. ولكن هذا لا يعني أنهم ما غاديش ياخذوا حتى الحد الأدنى للأجور. وشنو كنقصدوا بالحد الأدنى للأجور؟ هو داك المبلغ اللي كيعطيه لك صاحب العمل مقابل واحد العمل معين في واحد الوقت معين، وهذا المبلغ هذا راه ما يمكنلوش أنه يقلل لك منه أو ينقص لك منه، لأن هذا الحد الأدنى للأجور المخصص راه هادشي هذا مدير بموجب القانون ودولة كندا هي اللي حطاه. وهاد الحد الأدنى للأجور كيختلف من مقاطعة لمقاطعة، والغرض من هاد القانون هذا هو حفظ حقوق الأجير وحماية ديالو من أنه ياخذ الأجور المنخفضة اللي ما تقدرش أنه توفر له الاستقرار المادي، بالتالي ما غاديش يقدر يعيش الأسرة ديالو في المستوى المطلوب. وهدف الدولة من هاد القانون هو التغلب على الفقر والحد من عدم المساواة. وهذا المبلغ ديال الحد الأدنى للأجور هو المبلغ اللي كيعطيه صاحب العمل الأجير مقابل واحد العمل اللي قام به بالنسبة للساعة الواحدة، ماشي لليوم وماشي للشهر. من بعد ما تعرفنا على شنو هو الحد الأدنى للأجور، ندوزو دابا نتعرفوا على شكون هو أعلى حد الأدنى للأجور وأقل حد الأدنى للأجور. بالنسبة لأعلى حد للأجور حاليا كاين هو اللي كاين في مقاطعة ألبرتا اللي الناس ديالها كيتخلصوا 15 دولار للساعة. وأقل حد أدنى للأجور في دولة كندا حاليا هو مقاطعة ساسكاتشوان اللي كيتخلصوا فيها 11.06 دولار للساعة الواحدة. وباقي المقاطعات كيتراوحوا ما بين 15 دولار حتى 11.06. بالنسبة للناس اللي في مقاطعات كيبيك الحد الأدنى للأجور ديالهم هو 12.5 دولار للساعة الواحدة، يعني ممكن شي واحد غير يخدم شي ثمن أقل من هاد الثمن ديال 12.5 للساعة الواحدة. ندوزو دابا للنظام ديال الرواتب او النظام ديال الاجره، كيفاش الناس هنا كيقدروا يتخلصوا. عاده كاينين جوج ديال الانظمه، كاين النظام لانك تخلص بالساعه، وكاين النظام ديال الراتب السنوي، بمعنى كتجي عند من الخدمه كيقول لك فوالا انا غندير معك التخلص بالعام، واخا كيعطيها لك هويا في كل 15 يوم ولكن كيتفاهم معك في الاول كمبلغ عام. بالنسبه للاجره بالساعه، هنا صاحب العمل كيخلصك على حسب عدد الساعات اللي انت خدمتي في الاسبوع اولا في هذاك 15 يوم. ومتوسط عدد الساعات اللي كيخدموا هنا في دوله كندا هو 8 ديال الساعات في اليوم مده 5 ايام، يعني السبت والحد كاع ما كيتحسبوا، اي المجموع ديال الاسبوع ديالك كتكون خدمتي مده 40 ساعة. بالنسبة للنظام الثاني اللي هو نظام الراتب السنوي، هنا كيكون عندك واحد العقد انت وصاحب العمل اللي كيكونوا فيه واحد مجموعة ديال الشروط اللي كتكونوا اتفقتوا عليهم فيما بينكم، من بينهم مثلا واش غيعطيك الكونجي، واش غيخلصك في هذاك الكونجي، واش الى مرضتي غيخلصك في المرض ديالك او لا. دونك هادو كلهم مجموعة ديال الشروط كتفق انت كأجير مع هذاك الشخص اللي هو صاحب العمل. وهاد النظامين بجوج بهم اللي ذكرنا سواء بالراتب السنوي او لا بالساعه، بجوج بهم كيتخلصوا
كل 15 يوم او كل اسبوع، ولكن اجرت العاده في دوله كندا كيتخلصوا كل 15 يوم اي كل اسبوعين، وغالبا كيكون اما يوم الجمعه او يوم الخميس على حسب يوم اللي اتفقتوا عليه مع صاحب العمل. وبالنسبه للدفع ديال الفلوس او ديال الراتب كاينين جوج، اما كيعطيك شيك فيه الفلوس كتمشي نتايا تصرفو، اما النيشان كيدوز لك الفيرمون الكونت ديالك، وهذه اكثريه هاد الاختيار الثاني هو اللي كيديروه مجموعه ديال الشركات. واكيد الضريبه على الدخل كيتم اقتطاعها من الراتب ديالك، وهنا الضريبه كتختلف على حسب المقاطعه اللي انت فيها وعلى حسب الراتب ديالك شحال كتاخذ. ودابا غادي نمشيو نشوفوا واحد الموقع اللي دايره الحكومه الكنديه اللي كتقدر انك تدخل فيه مثلا الاسم ديال الخدمه اللي انت غتخدم والاسم ديال المدينه اللي انت غادي تكون ساكن فيها، وهما كيعطيوك شحال خص تخلص بالساعة لهذيك الوظيفة انطلاقا من المستوى المعيشي لهذيك المدينة، حيت الثمن ديال الساعة ديالك للعمل كيختلف من مقاطعة لمقاطعة، وتقدر تكون في نفس المقاطعة ويكون هناك اختلاف في الثمن للساعة الواحدة، وخا تكون نفس المهنة بطبيعة الحال خص يكون على حسب الخبرة، كيكونوا مجموعة ديال المعايير داخلين في الثمن ديال الساعة اللي كيقدر ياخذها هذاك الأجير. الو، هذا هو الموقع اللي قلت لكم عليه، اسمه غيشي امبلوا. دونك هذا هو الموقع، هنا غادي نجيو في هذه البارتي هذه اللي هي هنا غنكتبوا المهنه، وهنا غنكتبوا مثلا المدينه اولا المقاطعه اللي حنا باغين نديروها. هنا غادي نحاولوا اننا نكتبوا بعض المهن هكذا عشوائيا ونقارنوا كذلك المدن اولا المقاطعات. مثلا نشوفوا شوفور، نكتبوا شوفور. هنا اين فوا كنبدا نكتبها هما كيطلعوا لي واش خصك شوفور دو تاكسي دو كاميون دو طوبوس. مثلا حنا ناخذ شوفور دو تاكسي ونقارنوا، مثلا نكتبوا مثلا المدينه اللي انا كنسكن فيها اللي هي دوموند فيل. اين فوا تبدا تكتبها طلع لك هنا كتعمل شيرشي. الوغ هنا كيطلع لينا هاد لاباج، هنا كيطلع لك ديسكريبسيون ديال شنو هو الشوفور تاكسي، وهذا هنا كيقول لك شكون هما لي زوفر اللي كاينين، لي زوفر دومبلوا اللي كاينين حاليا. حاليا مثلا هما طالبين باغيين جوج ديال الشيفور ديال الطاكسيات بري دو دروموندفيل. مثلا هنايا لو نيفو اللي خصو يكون عندك، وهنا السالير بالساعه مثلا اللي هو كيتخلصوا 13.75 دولار للساعه، هذا هو السالير مويان اللي كاينه في كيبيك. هذا فيما يخص مثلا المدينه اللي انا ساكنه فيها اللي هي جات في مقاطعه كيبيك. اجي دابا مثلا نيت في مقاطعه كيبيك مثلا بحال موريال، نخليو نفس المهنه ونجيو نعملو موريال. مثلا نديرو موريال ونقارنو كذلك الشيفور في موريال شحال كيتخلص ونشوفو شحال الفرق. دائما هنا كيكونوا كيديروا ديسكريبسيون، شوفوا شحال طالبين. مثلا هنا حاليا عندهم 5 ديال لي زوفر ديال الشيفر ديال الطاكسيات وكيتخلصوا ب 15 دولار للساعه الواحده اللي هو كيتعتبر السالير مويان اللي كاينه في المنطقه ديال موريال. دونك انا لاحظوا معايا في نفس المقاطعه ولكن على حساب المدينه، بحكم ان المدينه اللي كنسكن فيها صغيره نوعا ما وما فيهاش بنادم كثير وما كبيراش بحال موريال، كانوا كيتخلصوا 13.75 هنايا في مدينه موريال عندهم 15 دولار. اجي نشوفوا دابا مثلا الى بدلنا المقاطعه، حنا دابا هنا كنا كناخذوا ليكزامبل بكيبيك، دابا مثلا نشوفوا بريتيش كولومبيا مقاطعه، ناخذوا مثلا فانكوفر. مثلا فانكوفر اللي هي في مقاطعه بريتيش كولومبيا، مثلا نشوفوا الشيفور عندهم شحال كيتخلص. توجور هنا كاين هذا، مثلا هنايا في جهه لومبلوا عندهم حاليا خصهم جوج، عندهم جوج ديال لي زوفر دومبلوا قرابين من فانكوفر. هنا لاحظوا معايا اللي هي 15.38 دولار للساعه. دونك هنا كيف ما ذكرت في المحتوى ديال الفيديو، راه السالير اللي كيتخلصوا كل واحد على حسب المقاطعه اللي هو عايش فيها هذه اولا، وثانيا تقدر تكون في نفس المقاطعه باختلاف المدن كيتختلف لك السالير ديالك. واهم حاجه انهم ما كيهبطولكش على الحد الادنى للاجور للساعه الواحده. مثلا دابا نبدلوها حنا كاع، نديرو مثلا انفيرمي بحكم كلشي كيبقى يسول على انفيرمي. هنا مثلا نديرو انفيرميير، نخليوها في فانكوفر، ودائما نبقاو نقارنو ما بين فانكوفر وموريال. مثلا فانكوفر نديرو هنا شيرشي، توجور هنا كاينه ديسكريبسيون. هنايا حاليا فانكوفر
ولا بري دو فانكوفر عندهم 6 ديال لي زوفر دومبلوا بالنسبه للسالير كتقاضى الممرضه او الممرض 40 دولار للساعه الواحده اللي كتعتبر هو سالير مويان اللي كاينه في الجهه ديال فانكوفر. نخليو دائما المهنه ديال الممرض والممرضه ونجيو مثلا نبدلوها بمقاطعات موريال ونشوفوا واش هما غيتخلصوا 40 دولار بحال مقاطعات بريتيش كولومبيا. بحال مثلا هنا طالبين حاليا في موريال 141 اوفر دومبلوا وهنا كيتخلصوا 33.5 دولار للساعة الواحدة. الوغ لاحظوا معايا هنايا السالير في مقاطعات ديال كيبيك بالنسبة للممرضة والممرض 33.5 دولار للساعة، وهنا الفرق تبارك الله شاسع تقريبا 6.5 دولار للساعة الواحدة هو الفرق ما بين مقاطعات بريتيش كولومبيا ومقاطعات كيبيك. نخليو مثلا حنا هنا في نفس المقاطعة ونشوفو المدينة ديالي مثلا نديرو دغون مونتفيل هنا شوفوا شحال طالبين حاليا في دغون مونتفيل اولا قريب من دغون مونتفيل 13 اوفر دومبلوا 33 دولار للساعه الواحده دونك بيناتهم هنايا غير نص دولار. نجيو دابا نشوفوا مثلا شي مهنه واحده اخرى مثلا نديرو ليفغور فوالا مثلا هنايا عاطي لك شنو لي فغور ديالاش مثلا حنا هنايا نختارو لي فغور دي بيشري مثلا في المدينه اللي انا فيها شحال كيتخلصوا الساعه انطلاقا من المستوى المعيشي ديال المدينه ديالنا. دونك هنا دائما نفس الديسكريبسيون هذا. دونك هنا مثلا طالبين 28 اوفر دومبلوا حاليا بالنسبه للنيفو سيكون سكوندير وهنا لو سالير اللي هو 13.5 دولار للساعة الواحدة. كذلك غنديرو نفس لو تيست على ليفغور نيت ونديروها مثلا موريال. ونشوفو موريال طالبين 218 اوفر دومبلوا والسالير واصلين 14 دولار للساعة الواحدة. نرجعو مثلا نجربو دائما في مقاطعات بريتيش كولومبيا نديرو فانكوفر مثلا طالبين 26 اوفر دومبلوا وهنا 17.07 دولار للساعة الواحدة. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة ديال هاد لو سيت هذا. الهدف منه هو ان اي شخص سواء مهاجر جديد او لا عاد الناس اللي عوالين مازال يجيو ودايرين بالهم واحد النوع ديال المهن معينه وباغين يعرفوها شحال يقدروا يتقاضوا فيها انطلاقا من المدينه والمقاطعه اللي هما ساكنين فيها كنصحهم يدخلوا لهذا لو سيت هذا غيشي امبلوا. جربوا اي مهنه بغيتوا اي مهنه جات على بالكم كتكتبوها اصلا اون فوا كتبدا تكتب غير في الاول الكلمات هما كيبقاو يطلعوا لك كاع لي شوا مثلا اللي كاينين وتكتب بالتحديد المدينه اللي انت فيها اولا المقاطعه اللي بغيتيها وهما كيطلعوا لك الثمن واللوفر اللي كاين حاليا واللو نيفو اللي خصو يكون عندك وكل شيء. ومن بعد ما تعرفنا على الطريقه كيفاش نديرو نخدمو في هذا الموقع الحكومي لدوله كندا اللي دايره باش الناس يعرفوا مثلا الا جاتهم شي خدمه شحال هو لا مويان اللي خصو ديال الصالير اللي يكون عندهم خلال الساعه انطلاقا من طبيعه الحال من المستوى المعيشي ديال المدينه. كنتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ديال اليوم. وهنا راه يقدر اي واحد اي خدمه جاتك في بالك كتبها وتبقى تيستي وتبقى تجرب وتشوف شحال مثلا شحال كيخدموا بالساعه في هذه المدينه باش انت بيدك تبقى تقارن. وغادي نخلي لكم الرابط ديال هذا الموقع الحكومي في دوله كندا في صندوق الوصف باش نتوما تدخلوا وتبقاو تجربوا وتشوفوا المهن اللي ممكن انكم تخدموهم وتشوفوا كذلك شحال تقدروا تخدموا به للساعه. الى عجبكم محتوى الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليوا لي جيم، واذا عندكم شي سؤال خليوه لي في لي كومونتير. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي مهتمين انهم يجيوا لدوله كندا باش حتى هما كذلك يستافدوا من المعلومات اللي ذكرت. تهلاو فراسكم، باي باي.